بسم الله الرحمن الرحيم. وائل طه بيرحب بيكم من اس بي ستوديو. النهارده ان شاء الله في الدرس ده هنتكلم ازاي نعمل الهافتون بالنسبه لطباعه يعني عشان نفصل افلام السلك سكرين عشان طباعه التيشيرت والقماش. الحقيقه النهارده ان شاء الله هنعمل هافتون بطريقتين. اول طريقه يعني عندي تصميم زي التصميم دوت كده اوت لاين والفيل بتاعه والحشو بتاعه هافتون دي جري سكيل. عشان احول جري سكيل ده لشبكات اقدر اشتغل بيها على التيشيرت اول طريقه هدخل انا طبعا الجري سكيل دوت او الافكت ده عامله عن طريق ترانسبيرنسي عن طريق ترانسبيرنسي تول تمام اهو. اخترت اللي هو الفاونتن ترانسبيرنسي وخليت اللي هو الاليبتيكال فاونتن ترانسبيرنسي عشان الشكل بتاعي دوت فيه زي ما هو مدور زي ما احنا شايفين كده اهو ومظبطت خلاص درجه الايه اللون بتاعي جاي من الغامق للفاتح. طيب الخطوه الاولانيه ايا كان بقى سواء انتوا جبتوا عملتوا التاثير جوه الكورل او جبتوا استوردتوا ملف مثلا زي جري سكيل جايبينه من بره من طريق فوتوشوب او عن طريق النت الفكره واحده. ادخل على بيت ماب اول حاجه كونفرت بيت ماب. لو انت عندك معمول تشيك على الترانسبيرنسي لازم هتشيله اللي هو الترانسبيرنس باك جراوند دي لازم هتشيلها. هنحوله لجري سكيل 8 بت اوكي. الخطوه الثانيه لو انا عايز مثلا لو محتاج ان انا اغمق شويه درجه اللون اتحكم شويه في المنطقه اللي هيبقى فيها ديجرادي عالي هدخل بقى عن طريق افكت ادجست وهدخل بقى عن طريق التون كيرف ممكن بقى ايه اغمق افتح زي ما انا عايز تمام. الخطوه الثانيه ادخل بيت ماب مود بلاك اند وايت هدخل البلاك اند وايت اول ما بيطلع عندي بيطلع عندي اللاين ارت تختار من الجدول ده الهاف تون اللي هو ده طبعا الشكل راوند درجه الميل بتاعته هنخليها 45 او 22 زي ما انت عايز. الشكل راوند هنا بقى كام لاين بر انش هنخليه مثلا 35 بالمليمتر هنخليها بالانش ممكن نخليها 22 ممكن نخليها مثلا 30 25 مثلا طبعا كل ما هنقلل كل ما حجم النقطه هيزيد. اوكي لما نيجي نبص تحت هنلاقي ان هو حولها لي المونوكروم. مونوكروم يعني واحد ابيض واسود مفيش. هنشيل لو انا بقى عايز اطبع سيبريشن على طول ب الليفت ماوس بوتوم اضغط على الاكس اللي موجوده دي اهي اهي عشان اشيل الفل اللون انا مش عايز لون يتغير خالص بقى نون. بالنسبه للون اللي هو الداخلي الحشو ممكن اغير بالرايت ماوس بوتوم هضغط كده هغير معايا اللون. بعد كده هعمل سيلكت الاثنين دول مع بعض سي اي سنترت ممكن اخليها بقى شيفت بيج داون عشان ارجعها تحت شيفت بيج داون كده الاوت لاين القصاد اهو تمام. دي اول طريقه. طيب الطريقه الثانيه لو انا عندي برضو هاف تون المره دي هعمله بالفل اوكي. لو انا عندي هاف تون بالشكل ده عايز اعمل برضه يعني عايز اعمل افكت الهاف تون برضه ازاي لو انا الطريقه دي يعني نسيتها هدخل على بيت ماب كونفرت بيت ماب برضه الجري سكيل برضه مش هعمل تشيك على دول اقول له اوكي وبعد كده بدخل على بيت ماب على كلر ترانسفورم في حاجه اسمها هاف تون نفتح دي كده اهو ده الشكل ده هنا لو خليت كده هيبقى ده الشكل النهائي اللي عندي تمام. ده بيبين لي قبل وبعد. هنا دي الزوايا الزاويه بتاعتي كام ممكن تخليها عادي هنعملها 22 زي ما احنا عاملين فوق. هنا دي حجم النقطه كل ما هتنزل كده كل ما حجم النقطه هيبقى دقيق اعتقد ان التسعه او العشره دي بتوازي تقريبا 30 النقطه ال 30 اللي هنشتغلناها برضو بس دي هنا بقى ما اتحولتش لايه لو احنا بصينا برضو هنلاقي ان جري سكيل ده يبقى الامر ده خاص بالجري سكيل احنا كده لما تيجي تطلع تبقى جري سكيل. طيب لو انا عايز احولها بقى للفيكتور بيت ماب هدخل على بيت ماب مود
بلاك اند وايت، بس مش هدخل بقى على الهاف تون، هرجع هنا لللاين ارت تمام، اقول له اوكي. لو انا عايز اضيق المسافات البيضه دي هدخل كده هكبر حجم الاسود زي ما انتم شايفين كده، لو انا عايز اوسع المسافات اللي بينهم هرجع كده اهو، طبعا ده هيختفي خالص اهو. اوكي اوكي اهو، وهنا بقى هيتحولوا زي الشكل اللي فات، بقى عندي مونوكروم ابيض واسود، مونوكروم ابيض واسود. الابيض دوت الفيل، هنختار برضو الاكس بالرايت ماوس بوتون بالرايت ماوس بوتون، هضغط على الفيل نان، وبالنسبه للون برضو ممكن اغيره اهو تمام. يبقى احنا كده تعرضنا النهارده لطريقتين ازاي اعمل الافكت بتاع الهاف تون جوه الكورل درو. طيب في حاجه كده على السريع، احنا ممكن نتحكم في الحجم ده برضو ازاي، يعني لو اشتغلنا بالطريقه دي هعملها تاني. الفيل بتاعي اهو اللي هو الفاونتن فيل، اوكي هدخل على بيتماب مور كونفرت بيتماب جري سكيل تمام، بعد كده هدخل على بيتماب، لا هرجع بقى الخطوه دي مهمه جدا، هعمل كنترول زد وانا بحاول بيتماب، اقول له كونفرت بيتماب، هخليها هنا بدل 300 هخليها 150 مثلا تمام، ده عشان اغير. انا هوريكم الفرق ما بين ال 150 وال 300 في حجم النقطه في المعاملات اللي فاتت. اقول له اوكي، هدخل على بيتماب كلر ترانسفورم هاف تون، انا كنت واقف على 10 صح، وهي هي نفس الدرجه، اقول له اوكي. هنا بقى زي ما احنا شايفين كده فرق الريزوليوشن اداني اختلاف في حجم النقطه. طيب وطبعا هحولها زي ما اللي فاتت برضه، هدخل على بيتماب مود بلاك اند وايت لاين ارت اول واحده، ودي احنا اللي هو الثريس هولد ديت، كل ما اتحكم فيها دي عشان تقرب تتحكم في المسافه البيضاء والسوداء. اوكي اهو مش هحتاج اللي هو الابيض ده، خليه نن، وبرضه ممكن الون بالليفت ماوس بوتن تمام. دي على ريزوليوشن دي 300، دي 150، وكل ما هتصغر في الدوت بير انش كل ما هتكبر معاك حجم النقطه. بكده اكون غطيت طريقتين من طرق تحويل الهاف تون جوه الجري سكيل لهاف تون في الكورل درو. ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا، وان شاء الله تعالى نتقابل في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.